صراط مستقيم بلا صراط المرتضى ما تستقام كان طوفانا. أيا جرح السماوات وأحزان المدارات نناجي ضلعك الدام بآيات وآهات بآيات وآهات. أيا خير النساء طرا من البدي إلى الحشر وأنت القدر يا زهراء أندري ليلة القدر. سلام جئت في ليل وحتى مطلع الفجر ولولا وقعة العصر لما جاءت لفي خسر لما جاءت لفي خسر. أضاع الآية الكبرى وجهرا أنكر السر بسخط الله قد باعوا لنار من لظى حرا لنار من لظى حرا. شجى الآيات يبكينا ويا الله بالكوثر وماذا جاء بالذكر فصارت آيه تعصر. يصلي الباب في ظل ليرضي الشاني الأبتر فمن ذا بلغ المولى على الأعتاب من ينحر على الأعتاب من ينحر. تنادي آية القربى متى الود غدا حربا ودار الآل إذ تحرق بنار هل أتوا حبا بنار هل أتوا حبا. أيا جرح السماوات وأحزان المدارات نناجي ضلعك الدام بآيات وآهات بآيات وآهات. نعاك الكون يا زهرا شجاك الفلك مذ كان وجاءت أنبياء الله تتلو الحزن قرآنا. فنوح سار بالنوح لك ما كان طوفانا ويعقوب بنى دارا ليبكي الضلع أحزانا ليبكي الضلع أحزانا. وأيوب قضى عمرا لكي يرجو سرى خائفا ليلا على غير مقصدي وصار غريبا وهو ابن محمد يرى آل بيت الوحي مهبط علمه جميعا أسارى عند رجس وحاقدي. سرى خائفا ليلا على غير مقصدي وصار غريبا وهو ابن محمد يرى آل بيت الوحي مهبط علمه جميعا أسارى عند رجس وحاقدي. فسار إلى جنب الفرات تقوده من الذكريات الباقيات الشواهد. هناك قبور في الغري وكربلا لخير وصي وابن عم وماجدي. فلما تراءت للغريب شواهد أتى الماء باستحياء مشية واردي. وأعجبه حلف غليظ محبب من الأخت للأخرى على غير موعدي بصاحب يوم الفتح فاتح خيبر ومن خصه يوم الغدير بموردي.
علي علي الخير روحي فداءه. تقول يمينا لا تراني ما جاحدي. علي علي الخير روحي فداءه. تقول يمينا لا تراني مجاحدي. فقال لها إني أراك أصيلة وبنتا لشيخ ألمعي وقائدي. فقالت يمين الله حبي لفاطم وشيخي علي والبراءة شاهدي. وإن انتسابي للوصي كرامة ولا غير حب المرتضى كان في يدي. فهاجت دموع العين منه وأضمرت له السر في قلب صبور مجالدي. فلما دنا من بيتها حط رحله. فهذه ديار ليس مأوى لمعتدي. فقال كبير القوم أهلا بضيفنا وأهلا بمن يأتي على غير موعدي. أراك غريبا قوض الهم رحله. فسار وحيدا في ديار الأباعد. أجاب فهل لي بالضيافة موضعا أجازيك يوم الورد من حوض أحمدي. فهلل وجه الشيخ نورا ورحمة وزوجه بنتا حوت خير محتدي. فعاش كريما همه الماء ساقيا ليروي عطاش الحي من كف أجودي. إلى أن حباه الله بنتا جميلة وسارت تسليه بلطف التودد. دنت منه أعلام الوفاة فهاله ليتركها مجهولة دون والدي. فأفصح بين الناس أني ابن فاطم وجدي علي ذاك أصلي ومحتدي. فضج صراخ القوم يا ويل أمرنا لما قد جهلنا ما نقول لأحمدي. فتلك مآسي سنها كل حاقد على عترة الهادي الرسول المسدد. فتلك مآسي سنها كل حاقد على عترة الهادي الرسول المسدد. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. تكلم إذا عمري تريد العمر سلمى لجن يا وليدي ما راح أبقى يمك. مثل هالدنيا لا تصدق ترحمك لو أن بيها رحم جارحمة أمك. الدنيا أولاد يظلمون وظيفتهم وش ما أجرى مصاب أساسا من سقيفتهم. منهم قلبي مجروح اسمع كلمتي وروح الدنيا ما ترحم روح الله وياك يا يوم الدنيا ما ترحم بالدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام على الزهراء. السلام على الحسن والحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين. السلام على أصحاب الحسين. السلام على خدمة الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم أينما تشاهدوننا الآن من أرض النجف الأشرف ومن أرض الغري ومن حضرة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تشاهدون هذا السواد لا زال يغطي أرجاء الصحن العلوي المطهر، حزناً على فقد الزهراء سلام الله عليها. وقبل يومين أيضاً كانت قصة غريبة أيضاً لغريب من أهل البيت، قرأت هذه الأبيات وأكيد تفهمتم ما قرأت وما شرحت من قصة بأبيات بقصيدة شعرية تحكي قصة الغريب المظلوم القاسم أبا خمرة ابن الإمام الكاظم عليه السلام. هو غريب ووالده غريب أيضاً الإمام الكاظم سلام الله عليه، وأخيه أيضاً الإمام الرضا عليه السلام هو غريب في أرض الغربة في طوس. أحبتنا المشاهدين، هكذا هي حياة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، بين قتيل وبين غريب مشرد في أصقاع الدنيا، ولا لشيء ولا لذنب اقترفوه سوى لأنهم أبناء فاطمة، سوى لأنهم أولاد الحسين. أحبتنا المشاهدين، أيضاً لا أنسى اليوم قد فقدت الحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف، والمنبر الحسيني فقد علماً من أعلامه وفقيهاً من فقهاء المنبر الحسيني، ألا وهو سماحة العلامة السيد محمد باقر الفالي رضوان الله عليه. وإن شاء الله سيكون في ضيافة الإمام الحسين عليه السلام هذه الليلة، وربما الليلة القادمة سيكون في ضيافة الزهراء أيضاً سلام الله عليها. وشتان ما بين من يكون قبره روضة من رياض الجنة ومحاط بأنوار محمد وآل محمد، ويستقبله الإمام الحسين والزهراء، وبين حفرة ظلماء ضيقة. الإمام الفالي يقول في خطبه: هذه الدنيا ما هي إلا خطوات تسير بك آخر الخطوات إلى حفيرة إلى القبر، ولكن شتان ما بين حفيرة مضاءة بنور محمد وآل محمد وبين حفيرة مظلمة. عافنا الله تبارك وتعالى من الظلمة وحشرنا مع محمد وآل محمد. إلى روحه الطاهرة إن شاء الله لا تنسوه في هذه الليلة من قراءة سورة الفاتحة ومن قراءة القرآن. ولا طالما كان على المنبر الحسيني كان يتلو القرآن وكان يحثنا على اتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. اليوم هو عند الحسين وعند الزهراء. أحبتنا المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم لنا عودة إن شاء الله، ابقوا معنا. فح قديم الأبكارين كنا نقول دهدي أول يعني مزليكة، ها؟ رسول الله عند المزالق كان ثابت القدم. يا شباب الله يحفظكم، هاي حياتنا، هاي خصوصا الآن وضعنا احنا في هذا الزمن، المزالق كثيرة، كن ثابت القدم على زحاليفها. في الزمن الأول رسول الله كان، أنت في آخر الزمان في الزمن الأخير كن ثابت. ديني عقيدتي ما أبي أمشي. ليش يا عزيزي؟ بعد كم يوم كلنا نروح، كلنا نموت. لا إله إلا الله، أيام عزاء سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بلال الحبشي بعد رسول الله قال أنا بعد ما أذن في قضية مفصلة، لأن ما بايع الخليفة، وعمر قال له لازم تطلع من المدينة، راح إلى الشام. في مثل هذا اليوم بلال وصل إلى المدينة، رجع يزور قبر النبي. الإمام الحسن والحسين كانا صغيرين، أخبر أمهما فاطمة سلام الله على فاطمة، قالوا ماما بلال الحبشي جاي. السيدة الزهراء عليه السلام قالت أطلب من بلال هالليلة يأذن يذكرني بأيام العز، أيام اللي كانت فاطمة
هي السيدة الأولى. اجوا يم بلال قالوا يا بلال، قال أنا معاهد نفسي بعد رسول الله ما أذن. قالوا إن أمنا فاطمة طلبت. قال والله لا أستطيع أن نرد طلب ابنة رسول الله، خلص هاليوم هالليلة أنا أذن. الخبر انتشر بالمدينة، الناس عطشانين. صعد بلال، بمجرد أن بدأ الله أكبر الله أكبر ضج أهل المدينة بالبكاء، ذكروا أيام رسول الله. أما سيدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها بكت بكاء عاليا. تذكرت لما كان بلال يبدأ رسول الله كان يجي فاطمة الزهراء تحضر له مي يتوضأ رسول الله يروح للصلاة. صاح بلال أشهد أن لا إله إلا الله كثر بكاء الزهراء. المصيبة لما صاح أشهد أن محمد رسول الله. رأوا الحسن والحسين يعدوان عن بلال لا تؤذن اسكت، فإن أمنا فاطمة لما سمعت اسم أبيها رسول الله أغمي عليها. سعد الله قلبك مولاتي يا فاطمة، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. نعم سيدتي يا زهراء، سمعتي اسم أبيك رسول الله على المأذنة. أقول سيدتي رسول الله قضى نحبه، غسلوه كفنوه صلوا عليه دفنوه باحترام، لم تري رأس أبيك على الرمح، لم تري جسد رسول الله مقطعا على الأرض. ساعد الله قلب بناتك في كربلاء. صاح اللعين ابن الحرام عمر ابن سعد، قال من منكم يدوس الصدر الحسين بحوافر الخيل؟ يقول الإمام الصادق انتدب 10 من أولاد الحرام بقيادة إسحاق ابن حوية عليه اللعنة وسوء العذاب. قالوا نحن يا أمير، قال لكم الجاه. حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الزهراء سلام الله عليها، عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة الخطيب الحسيني عميد المنبر الحسيني السيد محمد باقر الفالي. وحقيقة استمعتم إلى نعي السيد الزهراء سلام الله عليها، وأكرر مرة أخرى إن شاء الله الزهراء تشفع لك، وأنت اليوم في ضيافة الزهراء وضيافة الإمام الحسين عليه السلام. عند اتصال هذا أم أحمد من بغداد. سلام عليكم أم أحمد. أم أحمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضلوا بالزيارة وأداء الدعاء، تفضل. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصين. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا أبا الحسنين.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يا حبيبة المصطفى، لمن سالمكم يا فاطمة الزهراء، وحرب من حاربكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، نعز العالم الإسلامي بشهادة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأيضا نعز العالم الإسلامي باستشهاد القاسم عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد أنت شافيني وأنت عافيني، وأنت شافي كل مريض، وأنت شافي كل عليل إلهي سيد مولاي، وأنت شافي بنت إسراء، وأنت شافي بنت سندس، وأنت شافي أبو حسن، وأنت شافي كل مريض وكل عليل بحق حليل كربلاء. وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم صلاة كربلاء. شكرا أم أحمد، كل خطوة سلامة. شكرا شكرا إليك يا أم أحمد، وأهدي زيارتي هذه إلى جميع الأموات. شكرا. وكل من مات على ولاية أمير المؤمنين، وخاصة اللهم احشرنا ووالد والدي وأخواني وأخواتي وبنتي إيناس. وأطلب من الله اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد. شكرا لكم إلى حماتي أم علي. شكرا يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. اللهم وفقنا قبولنا ولكم ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم ابو عباس من امر لي. سلام عليكم ابو عباس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احمد. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا ابا الحسن علي الله. مرحبا بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان، ونعزي مراجعنا العظام، ونعزي شيعة امير المؤمنين بذكرى استشهاد الامام القاسم عليه السلام، وباستشهاد نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام. ونعزيكم الخطيب آية الله عظمى السيد محمد باقر الفالي صاحب المنبر الحسين عليه السلام. نعزيكم بهذه المصاب الجلل. نعم لنا ولكم العزاء ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله ما تنسوا هذه الليلة بقراءة الفاتحة وشيء من القرآن ما تيسر. ان شاء الله ما ناسيكم. ان شاء الله ما ناسيكم بالفاتحة ان شاء الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام حسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء، السلام عليك تسعة من ذرية الحسين عليه السلام، علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي وحسن العسكري وخلق الهادي المهدي عجل الله فرجا. السلام عليك يا الفاطمة العباس يا أمير المؤمنين، السلام عليك زينب الحوراء العقيلة، السلام عليك أم البنين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجات يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله بحق يا أمير المؤمنين يا الله. يا الله عدلين ميتين يمك يا علي إلهي بحق أمير المؤمنين. عافي وشافي كل مرة يا الله. اللهم احفظ حجنا الشعبي والقوات الأمنية والجبهات. اللهم احفظهم وانصرهم، سدد رميتهم بحق أمير المؤمنين يا الله. أستاذ أحمد أريد سجل أسماء طلب حاجة شفاء من من أمير المؤمنين إن شاء الله. سجل اسم والدي، والدتي حاسة تعبان من السكر، من المفاصل، من الأمراض، وأخواني وأخواتي وأخواتي وأولادي وشهداء أمير المؤمنين، وبالذات أخي المرحوم شهيد أبو أحمد، وبالحفظ آية الله عظمى الإمام علي الحسين السيستاني، وبالذات سجل المرحوم آية الله عظمى السيد محمد باقر الفالي. احنا في قناة الكادة للموسيقى البث المباشر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلي وبنيها والسر المسيا الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين المؤمنين. أحسنتم، شكرا لكم، نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. اتصال آخر، الأخت آية من الدجيل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي يا سيدي يا مولاي. عظم الله أجرنا وأجركم بذكر استشهاد سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، وعظم الله أجرنا وأجركم برحيل الخطيب الحسيني الكبير السيد محمد باقر الفالي. عظم الله أجرنا وأجركم جميعا.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى رجيعك آدم ونوح، السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح، السلام عليك وعلى الملائكة الحاطين بقبرك الشريف، السلام عليك يا فحل الفحول، السلام عليك يا زوج البتول، السلام على أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب، السلام على يعتوب الدين، السلام على قائد الغر المحجلين، السلام على النبي العظيم، السلام على صاحب ذي الفقار، السلام على فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام على صاحبة الخد المصفور، السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سامي علي المظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد مولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم بعث فاطمه وابيها وبعلها وبنيها وبعث الزهر المستودع فيها اللهم عجل وليك الفرج اللهم شافي وعافي كل مريض اللهم اتبع حاجه كل محتاج أستاذ أحمد نسألكم الدعاء الزيارة صلاة الكاجين وأريد دعواتكم للطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر يا أمير المؤمنين بحق ضلع الزهرة شافي وعافي كل مريض أسمع حاجة كل محتاج بحق هاي الليالي العظيمة بحق ليالي استشهاد الزهرة إن شاء الله صباح حوائجكم شفاء مرضاكم يوفقكم ويحفظكم الكادر يا أمين الله يا إن شاء الله يزيدكم على خدمة سيدي مولاي أمير المؤمنين شكرا لكم. عليكم الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا لكم. دعاءكم أيضا إلى أحد إخواننا المرضى السيد مالك والد السيد قاسم من مدينة الشامية بحاجة إلى دعاء من المؤمنين. نحن في حضرة أمير المؤمنين، أكيد الله تبارك وتعالى يستجيب لدعاء المؤمنين. نرفع أيدينا بالدعاء لكل المرضى ومنهم السيد مالك، ندعو له بالدعاء وبالشفاء والعافية من المرض الذي ألم به، وإن شاء الله لكل المرضى ندعو لهم بالعافية والسلامة. اتصال آخر. أم عماد من بغداد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. أزيد سيدي ومولاي. إطالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن أطفال المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وعن كادر قناة كربلاء المحترمون. يا سيدي يا مولاي السلام عليك يا أمير المؤمنين يا قائد البر المحجلين، السلام عليك وعلى الملائكة المحيطة في مقامك الشريف، السلام عليك وعلى ابن عمك محمد المصطفى سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، السلام عليك وعلى زوجتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك وعلى ولديك الصبين الحسن والحسين سيدين شباب أهل الجنة، السلام عليك وعلى زوجتك فاطمة أم البنين، السلام عليك وعلى ولدك أبو الفضل العباس فاطع عطاش كربلاء، السلام عليك وعلى بنتك بطلة كربلاء جبل الصبر زينب الحوراء ورحمة الله وبركاته. سيدي ومولاي أعظم الله لك الأجر باستشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أعظم الله لك الأجر باستشهاد القاسم ابن موسى ابن جعفر الغريب ابن الغريب أخو الغريب. السلام عليكم يا سادتي ومواليه، اكتبتم مطابة الأرض الذي فيها اندفنتم وبرى إلى الله إليكم. في رواية اللي ما يتمكن من زيارة الإمام الرضا عليه السلام فليزور القاسم أبا خمرة. نعم. في مدينة بابل بالحلة. أزرنا مرة بحياتنا الحمد لله والشكر، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيدي ومولاي بحق هاي الليالي. ابن رسول الله صلى الله عليه وآله مشرد يخاف أن يذكر حتى اسمه أو نسبه. طبعاً أنا متعين لا حول ولا قوة إلا بالله. مشردين شعباني غريب. يعني اليوم اليوم أنا أقول إذا واحد ابن كبير قوم مثل أو شيخ عشيرة أو فد شخصية معروفة من يروح إلى أي قرية إلى أي مدينة يتفاخر عندما يسألوا أنت ابن من، يقول أنا ابن فلان، يفتخر بنسبه ولا يخشى شيئا. ولكن أهل البيت يخشون أن يتفاخرون بنسبهم إلى رسول الله، يخافون أن يذكرون نسبهم إلى رسول الله لأنهم يقتلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، بحق هاي الليالي العظيمة الحزينة، ليالي فاطمة الزهراء، حسبي الله ونعم الوكيل على الظالمين، شافي وتعافي كل مريض يسمع صوتي، شافيني معاهم وشاف أولادي اثنينهم، بحق ابن عمك المصطفى، بحق أولادك الشهداء، بحق نحر الحسين وابن الشهيدة برضي عندك أحد حظمك، شافي وعافي كل مريض، وشافيني وشاف أولادي وشاف حفيدي حسن تعبان كلش وأمه متأذية علي. يا سيدي يا مولاي شكرا، يما مشكورين والله يوفقكم، بارك الله فيكم ويخليكم لعوائلكم. شكرا لك، شكرا لك، نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. اتصال آخر. تقى الأخت تقى من بلد، تقوى من صلاح بلد الدين. من صلاح الدين من بلد، حياكم الله، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمين الله، السلام يا أمين عليك الله. يا أمين الله، تفضل. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده وحجته. عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله. سنتم كملي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على العقيدة زينب الحوراء الكبرى. السلام على أبا الفضل العباس ساقع باشا كربلاء ورحمة الله وبركاته. ممكن يسجل اسمه؟ ممكن، أحسنتم. جدي محمد عبد الرزاق للشفاء. يا الله. وجدتي فوزية عبد الرضا أيضا للشفاء. يا الله، شكرا. جدي يوصاني بالدعاء والزيارة. يا الله، شكرا لكم. إن شاء الله موفقين، توفقون إن شاء الله. نسأل الله القبول لنا ولكم. اتصال آخر. الأخت أم شوقي من كربلاء المقدسة، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. عظم الله أجرنا وأجركم. باستشهاد سيدتي فاطمة الزهراء عليها السلام، والقاسم ابن موسى الكاظم عليه السلام، والفالة عليه السلام. والله بهاي اليوم الحزين، اليوم حزينين احنا على السيد الفالي. الله يرحمه برحمته ان شاء الله ويدخل واسع جناته ان شاء الله بحق محمد. ان شاء الله ان شاء الله خادم الحسين. ام شوقي ايش قد ما احنا متعلمين لفقد مثل هؤلاء الاعلام. اي والله امثال السيد جاسم الطويرجاوي والسيد الفالي. اي والله الله يرحمه، رحمة الله يا سيد جاسم، من مراجعنا ايضا. ولكن ايش قد ما الله احنا حزينين ومتالمين، ايش قد ما احنا نتالم على انفسنا. هم هؤلاء طبعا لهم اعطي لهم طوق النجاة الزهراء. ايوه ان شاء الله يا الزهراء رب العالمين، والحسين هناك ورسول الله واهل البيت يدعون لنا بحق محمد. علينا احنا نخاف على انفسنا. اي أيوة والله مثل طبعا هؤلاء أيوة. مثل هؤلاء ان شاء الله الجنه مثواهم ان شاء الله، الجنه ان شاء الله. واحنا كذلك نحن كذلك ندعو لانفسنا ان شاء الله يرزقنا الله تبارك وتعالى الجنه ان شاء أيوة الله، ويرزقنا شفاعه محمد وآل محمد يا فاطمه وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع. ولكن علينا أيوة بحق فاطمه وابيها، مو يقولون ان شاء الله لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون، مو هكذا نسمع من السيد الفالي ومن الخطباء الاخرين؟ طبعا. ايوه اي أيوة والله علينا أيوة والله ان نستعد لمثل هذا اليوم.
إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليك يا أبو الحسن يا علي، السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدي يا مولاي وعلى رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا علي. أنا دعليا مظهر العجائب تجدها عونا لك في النواس كل هم وغم، فين جلي مولايتك يا علي يا علي يا علي يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبو الحسن يا علي يا سيدي يا مولاي. وأزور صالة عني وعن والدي ووالد والدي وعن السيد إصالي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وعن الجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء وعن قناة كربلاء ما ناصرتهم بالدعابة حق محمد وعلى محمد. شكرا. اي والله واهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولأخواتي ولجيراني ولجميع المرضى. اي والله وريد أجلس ما أريد أسجلهم. سيد خبير، سيد شفاف، والطف المهدي، وام جاسم، وهند بنت محمد، ذولا كلهم مرضى هم على وام نوال. اي والله ادعي لهم ولا تنسانا بالدعاء. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم. عند اتصال اخر برير. نعم برير من بغداد، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا امير الله. السلام عليك يا امير الله. برير. السلام عليك يا ابن برير. برير يا امير الله. برير ايش قد عمرك عمو؟ عمري بالخامس يعني. ايش قد؟ خامس ابتدائي. خامس ابتدائي، الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله، يعني تقريبا 9 سنوات عمرك. اسالك سؤال، اسم برير. نعم. اسم برير ايش يعني؟ لماذا سميت باسم برير؟ ليش سموك برير؟ من صحابة الحسين. أحسنت أحسنت يا بطل، أحسنت يا مجتهد. برير بن خضير أحد أصحاب الإمام الحسين رضوان الله عليه، قاتل قتالا شديدا وذو بأس شديد مع الإمام الحسين حتى استشهد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. هذه التربية، هذه التربية الصحيحة. سلم على أمير المؤمنين يا برير. أزور سيدي ومولاي أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليك يا زوج البتول. أحسنت. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك يا عم الرسول. يا ابن عم الرسول. ابن عم الرسول. عمو أريدك تدعي لي بالنجاح. ووفق أبوي وأمي وبيبيتي وجدي وإخواني وخواتي. الله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله. رشا عمتي متوفية. الله يرحمها برحمته الواسعة. الله يوفقك في حياتك وفي دراستك، وإن شاء الله تكون من الصالحين ومن البارين بوالديك بأمك وأبيك، إن شاء الله تكون بارا ومن المؤمنين الخلص إن شاء الله، موفق إن شاء الله. عد اتصال أم علي من النرويج، سلام عليكم أختنا أم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا باب. السلام عليك يا أمين الله. يا أمين. السلام عليك يا أمين الله. يا أبا الحسن. السلام يا عليك علي. يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك وعلى بديعيك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا علي يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إلهي يا سيدي يا مولاي، نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي. ملائكتك يا علي يا علي يا علي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي يا حلال المشاكي. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم صل على ما قضيت لنا حاجاتنا يا الله يا
لا يا الله تقضى حاجتك، كل محتاج تقضى حوائجنا وانت اعلم بها يا رب العالمين يا الله. الله ابو الحسن علي عندك يا الله يا امير من شاف وتعافي كل مريض المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والاسلام، وشاف مرضانا بشفاءة دوائك يا رب العالمين. يعني هذا الدعاء أبو الحسن علي هو أم علي، هذا الدعاء ايش قد عظيم من واحد يتمعن بيه بس يركز بيه شوية. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبنيها الله وسر المستودع فيها. يعني واحد يجمع الدعاء بفاطمة برسول الله بأمير المؤمنين بالحسن بالحسين والسر المستودع فيها، السر الذي استودعه الله تبارك وتعالى في الزهراء، هذا السر العظيم الذي لا يعلمه إلا الله وأهل البيت، ولكن أهل البيت علمونا علمونا قالوا ادعوا بهذا الدعاء وعليكم الدعاء بهذا والنجاة إن شاء الله تنالوا النجاة. الله الإجابة إن شاء الله يا إن شاء الله يشافى كل مريض رحم الله والديك. شكرا يا أم علي أخي قلبك الدعاء والزيارة رحم الله والديك. شكرا لكم. خل أخذ عندي اتصال لربما الأخير أو لا. نور سلام عليكم. نور من واسط، سلام عليكم نور. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء بأيام مصابنا بسيدتنا مولاتنا السيدة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة رحيل الخطيب الحسيني سيد محمد باقر الفالي. اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة بحق محمد وآله. آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمامي يا أمير المؤمنين. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المنقة بالإمامة. السلام عليك وعلى رجعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح عليهم السلام. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمامي يا أمير المؤمنين وعلى الملائكة المحتقين بك والحافين بقبرك الشريف. سيدي يا مولاي يا إمامي يا أمير المؤمنين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام على سيدتي ومولاتي السيدة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام. إلهي رزقنا زيارة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصار وعوانه. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم اشف كل مريض. إلهي ارحم والدي واغفر له بحق إمام أمير المؤمنين. الله يحفظكم إن شاء الله. كادر قناة كربلاء المقدسة وكادر برنامج أمين الله. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا أنا. شكرا لكم. شكرا. عند اتصال زمن من ميسان، سلام عليكم. من العمارة. وعليكم السلام ورحمة. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. يا أبا الحسن. السلام على أبي الأئمة وخليل النبوة والمخصوص الأخوة. السلام على يحسوب الإيمان. السلام على صالح المؤمنين. السلام على أسد الله الغالب. السلام على شجرة التقوى. السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح ورحمة الله وبركاته. يا سيدي ومولاي إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أستاذ أحمد نسألكم الدعاء والزيارة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. اتفاق مستقيم. الآن أنت داخل الضريح، هذه الروضة، روضة أمير المؤمنين، الروضة المطهرة، الروضة الحيدرية. أيوة هذا قبر أمير المؤمنين سيد يا مولاي. السلام على أمير المؤمنين. سجل اسمي وقضى حاجة بالشفاء من الشقيقة وقضى حاجة. يا الله بالشفاء والعافية إن شاء الله. بالشفاء والعافية إن شاء الله. آخر اتصال أعتقد عندي أم علي من بغداد. سلام عليكم الأخت أم علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاطت به علم فأس العالم. الله تفضلي بالدعاء والزيارة علوية. علوية أم علي تسمعيني؟ أحاول أخذ اتصال للأسف انقطع الاتصال. إن شاء الله أم علي خليك ويانا بالتوجه للزيارة إن شاء الله. طبعا في ختام هذا البرنامج نتوجه إلى أمير المؤمنين بالزيارة.
زيارة أمين الله، وهذه الزيارة ستكون بالنيابة عنكم جميعا، وبالخصوص نيابة أيضا عن روح السيد محمد باقر الفالي رحمة الله على روحه، ونيابة عن الشهداء، عن من لا يذكرهم ذاكر. أتوجه إلى ذخري وذخيرتي ورجائي وسندي ومعتمدي أمير المؤمنين وأقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفس مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، ولغاثة لمن استغاث بك موجودة، ولعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء لديك مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة وفي أداء الزيارة بالنيابة عنكم، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة، والأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف لقناة كربلاء الفضائية. كذلك شكري وامتناني وتقديري إلى كل كوادر العتبة العلوية المقدسة بكافة أقسامها، وخصوصا قسم العلاقات والإعلام في العتبة العلوية. حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل، أنا وأنتم بصوت واحد نقول السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله. ساق الكوثر وأرض القيامة، وهو لله ساق.
المستقيم.